كل يوم من اول الصبح صبحيت اول تبلش بقى اقتحامات الشركه صواريخ فيل ما بيخلوا نوع سلاح الا بيضربوه. عندك القرنه هون عين ترمى يعني نكبوه نكب مع من جوبر لعين ترمى كل يوم بالفيله اكثر من 25 صاروخ كل رشه وحده بيضربوه. عندك الوضع هون يعني عالم ما عاد صفي كهرباء ما عاد في مثل اول الحياه مستلزمات الحياه ما عاد صفيت مثل اول. مدارس هلا اجت فتحت المدارس ما صفي مدارس ما عاد صفي شيء يعني ضرب يعني كل يوم قالوا هدنه وقالوا شيء كل ماله بزي قالوا فتح طرقه كل مال الطرقات كل مال عصت هلا انضربت اليوم الخبز حق 1200 1000 ليره ما في يعني شيء ما بتوقع هالشيء هذا يصير.